بينا عبر تطبيق زوم محلل الكره الرياضيه محمد جمال. صباح الفل عليك يا محمد. صباح الفل عليك يا بريهان، وصباح الفل طبعا على كل مشاهدينا وانتظارنا. يعني خلينا نبدا من ماتشات امبارح علشان احنا عندنا مواضيع كتير عايزين نتكلم فيها، فهديك فرصه على قد ما اقدر. ماتشات امبارح ممكن نتكلم على انجاز محمد صلاح بالرغم من اخفاق ليفربول في الدوري الانجليزي، وبرده عايزاك تاخدني بعدها لمباراه يعني اتلتيكو مدريد وعلامات الاستفهام دلوقتي ممكن تكون حوالين سيميوني في التوقيت الحالي. في البدايه اكيد ليفربول امبارح فوز مهم جدا على نابولي 2-0. نابولي يمكن في مباراه الجوله الاولى من بطوله دوري ابطال اوروبا او دوري المجموعات كسب طبعا ليفربول برباعيه في مباراه كانت كبيره جدا من اجانب طبعا يعني كتيبه سباليتي. نابولي السنه دي هو من افضل الفرق الموجوده في العالم بصراحه، عنده لعيبه مميزه مع مدير فني بيعرف يلعب بشكل كويس جدا كره هجوميه ودفاعيه، هو سباليتي بيعمل توازن بشكل كبير جدا. امبارح فوز ليفربول كان مهم لعوده الثقه، لاكتساب ثقه قبل المباراه انا بشوفها صعبه جدا في الدوري الانجليزي امام توتنهام، وممكن تحمل اخفاق جديد لفريق ليفربول في الدوري. ليفربول يمكن في الدوري مختلف عن دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال اوروبا تحس ان الفريق عنده يعني مقاومات هو ليفربول بتاع السنوات الماضيه، لكن في الدوري الانجليزي شيء غريب وامر عجيب بصراحه. في البريمير ليج خساير من طبعا نوتنجهام فورست ثم خساره من ليدز في المباراه الاخيره في الدقائق الاخيره. بالنسبه لصلاح انا يهمني ان صلاح اشوفه دايما يعني محقق الارقام القياسيه، دايما مكمل في مسيرته اللي بداها من 2017 في ليفربول. صلاح امبارح وصل للهدف رقم 41 في تاريخه، اصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في دوري ابطال اوروبا، تخطى طبعا كل اللاعبين الافارقه في دوري ابطال اوروبا، بجانب كمان امبارح معادلته لرقم ستيفن جيرارد، يعني خلاص حطمه لان صلاح اي هدف كمان هيكون عدى ستيفن جيرارد اسطوره ليفربول. امبارح كان فوز مهم ولكن اكيد علامات استفهام كبيره جدا على يورجن كلوب اللي ما استفادش في فتره الانتقالات الاخيره، بجانب كمان نونيز اللي بيضيع فرص غريبه جدا لفريق ليفربول، لكن الكورتين اللي جم هدفين في اخر دقائق المباراه بنفس اللعبه، الكره الثابته بتتلعب على فان دايك اللي واقف في نصف منطقه الجزاء والعبها بتتردد الحارس بيكملها صلاح وهنا بيكملها نونيز. ولكن اللي جاي هيكون اصعب، اللي جاي هيكون اصعب ليفربول لانه هيواجه فرق قويه جدا سواء ريال مدريد او باريس سان جيرمان او حتى بعد كده ممكن يواجه كمان بايرن ميونخ. يمكن الفريق اللي يمكن شويه اللي هنروح له دلوقتي هو بورتو. بالظبط، بس احنا كده انا متخيله ان القرعه بقى بجمله الموسم الغريب ده مش هتبقى لذة حاجه. بايرن عارف تحس ان في حته في تحس في مواجهه صلاح ماني كده يعني بقالنا كتير ما شفناهاش. اعتقد ممكن صلاح ماني فعلا بايرن ميونخ ليفربول، اعتقد ممكن على فكره تكون الاقرب، ده يكون الاختيار الاصعب من بالنسبه لي، ممكن الناس تروح لريال مدريد انه اختار الاصعب. انا بقول لك ان الاختيار الاصعب ليفربول يمكن تكلفه بالخروج بشكل كبير جدا هو بايرن ميونخ. اكيد. طيب خلينا نروح برضو، كنت سالتك على دييجو سيميوني وخلاص يعني بنتكلم على خروج تام رسمي من البطولات الاوروبيه بالنسبه لاتلتيكو مدريد، مش متعودين عليه كده بعد سنوات الصراحه مع سيميوني بالتحديد، كان يعني اتلتيكو مدريد بيظهر بشكل مميز. بص لا احد ينكر دور سيميوني في اللي بيخلي اتلتيكو مدريد فريق دايما منافس على دوري ابطال اوروبا، فريق دايما صعب جدا على كل الفرق اللي واجهها، شفناها صعد لنهائي دوري ابطال اوروبا اكثر من مره وكان بيقدم مستويات رائعه، وكانت اكثر فرق اللي بتتميز بالتكتيك الدفاعي في العالم خلال السنوات الاخيره، ولكن انا يعني اعتقد ان خلاص حقبه سيميوني لابد ان تنتهي في اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد محتاج تغيير، محتاج انه يغير من كل اللي موجودين سواء بقى اللي في الملعب او حتى الجهاز الفني، محتاج افكار جديده تدخل للفريق. شفنا اتلتيكو مدريد في الموسم الحالي بدوري ابطال اوروبا لما قرينا المجموعه كلنا قلنا ان اتلتيكو مدريد هيكون متاهل في الفتره القادمه، لكن بالامس حتى مش قادر ان هو يفوز على بورتو، مش قادر انه يتاهل حتى لبطوله اليوروبا ليج. يمكن كانت اليوروبا ليج ممكن تكون افضل لاتلتيكو مدريد، يمكن الموسم ده صعب فيها مانشستر يونايتد وفيها ارسنال، في عدد كبير جدا من الفرق وهيبقى برشلونه طبعا، ولكن يمكن اتلتيكو مدريد حتى افتقد الفرصه دي بالامس بعد الخساره، والناحيه الثانيه طبعا باير ليفركوزن يعني تعادل. انا بشوف ان اتلتيكو مدريد محتاج تغيير سيميوني، محتاج انه يخلق دوافع جديده للفريق، محتاج ان هو ده مش عشان سيميوني وحش ولكن في خلاص يعني 6 سنوات او 7 سنوات اعتقد ان اتلتيكو مدريد محتاجه بالفعل تغيير جديد في الجهاز الفني. طيب خليني كده اخدك جوله في المجموعات، ولان بالفعل في خلاص يعني كتير من المجموعات تم حسمها، هي الاكثر مجموعه نابولي وليفربول خلاص هم اللي قدروا ان هم يكونوا بيحسموا التاهل، هي المجموعه الاولى، وبنتكلم برضه عن المجموعه الثانيه بورتو وكلوب بروج، المجموعه الثالثه بايرن ميونخ وانتر ميلان، المجموعه الرابعه توتنهام وانتراخت فرانكفورت، مجموعه بقى الرابعه لسه بنتكلم او الخامسه بنتكلم على تشيلسي اللي
حسم لسه ما بين ميلان وريد بول سالزبورج، والمجموعه اللي بعدها برضو ريال مدريد الوحيد اللي حاسم، لايبزيج لسه وشختار هيكونوا بيتنافسوا في الجوله الجايه او مباراه قادمه ليهم، والمجموعه اللي بعدها مان سيتي بروسيا دورتموند، واخر مجموعه لسه يعني بنتكلم عن بي اس جي وبنفيكا خلاص تم الحسم بشكل رسمي، يوفنتوس هو اللي لسه بيعاني هل هيكون في الدوري الاوروبي ولا لا.